السلام عليكم ورحمة الله، يا صباح الخير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، حافظوا على أذكار الصباح فهي حصن حصين لكم ودرع متين وراحة وانشراح صدر بإذن رب العالمين. حافظوا على أذكاركم، الله يسعدكم، حافظوا لا تخلوا. من الحاجات اللي ضيق صدري أحيانا في حديث النفس، رؤى حديث النفس اللي يراه النايم في حديث من حديث نفسه، شيء محزن والله، ضيق الصدر. يعني بعض البنات، بعض الأخوات يعني تكون أحيانا ترى رؤية في مشهور فلاني، أحيانا تكون متزوجة تقول يتكرر علي أني أتزوجه. يعني مشهور أحيانا تكون عزبة هي، وأحيانا تكون متزوجة وترى. لما أسأل عن الرؤية يتبين لي أن حديث نفسه من كثر ما تتابعه، وأحيانا متعلقة فيه حتى وهي متزوجة من كثر ما تتابعه. فنصيحة لله في الله، حافظي على وقتك واحفظي سمعك واحفظي بصرك عن متابعة مثل هؤلاء. يعني مصيبة لما تكون واحدة متزوجة ثم ترى أن هذا المشهور أفضل من زوجها، يسافر ويروح ويجي، أنه أجمل منه، أنه أرسم منه، أنه يضحك أكثر منه. أنت شفتي من هالمشهور هذا الشيء الظاهر فقط اللي يضحك فيه، لكن ما تدرين عن باطنه. زوجك ما في مثله، صدقيني. زوجك اللي يطلع الدوام ويروح ويجي ويتعب عشانك وينام جنبك وتشوفينه ياكل قدامك، انت هذه تعتبر خيانة له. انك اذا صرت تنظرين هالمشهور هالنظرة هذه، اللي من الواقع انتقل معك الى المنام بسبب تعلقك فيه، او حتى انت كنت عزبة نفس الشيء. نصيحتي، ما رفعتي رأس اهلك، ابوك اخوانك، لا تنزلين رؤوسهم بمثل التعلق بمثل الأشكال اللي ما تنفعك بل تضرك في دينك ودنياك. بل إن بعضهن كثرت متابعتها كانت تقرأ القرآن، كانت تصلي الليل وتوتر، بعد المتابعة انقطع هذا، ذهب كل هذا بسبب متابعة المشهور الفلاني. قلبك إذا مال بحبه لغير الله عز وجل، الله ما يرضى بهذا القلب، الله يبي قلبك له كل الحالة سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا يميل قلبك لغير الله، فيذلك الله عز وجل باللي مال قلبك له. ما ينكرون في بعض الرؤى فعلا يعني متعلقة بمشهور أو شيء، لكن لما تجي تسأل الله حديث نفس مكثر متابعة هي نعم، وشفتوا بعضها أنتم كانت في البث، يعني مشكلة صار في برامج التواصل الاجتماعي، ما في شيء صار اسمه عيب أو حرام أو خوارم مروة. هذه خطأ كبير، العيب والحرام وخوارم المروة في حياتك وحتى في برامج التواصل الاجتماعي. الحرام يبقى حرام والعيب يبقى عيب. شفنا في الأخبار الشخص الأخضر كيف يلحقونه، والأسود والبنفسجي، واضح كلامي، كيف يلحقون الشباب يطردون وراه كأنه فريستين يلحقونها. الحمد لله العافية. ولا الفلانة الفلانية كيف الشباب يلحقونها ويصورونها في مجمع في مول. أتكلم قبل شوي في السناب أقول الدجال يعطيها الله عز وجل قدرات رهيبة، بيتبع خلق يعني شافوا منه قدرات، هذه إيش القدرات اللي فتنت الناس؟ لا شيء، إنما هو قلة الإيمان وقلة الوعي وقلة العقل. آسف على هذا الكلام لكن هذا واقع. الله يصلح الحال، تصبحون على خير.